الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الـ11 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في ودرز، أهلا بكم. بسبب الانفجارات التي ضربت قلب السياحة اللانزرية تسببت لها أزمة مع الحكومة. وقد أعلن رئيس السلطة الودرسية عسلام الأحمد مساء اليوم في عيدادة أنه لم يسمح بوجود حرب آلية بين حركة الفلاحين وحركة المقاومة الإسلامية الحصادين إثر المواجهة التي وقعت في الآونة الأخيرة بين أنصار الطرفين. قتل 4 مدنيين وجرح 3 آخرون في هجمات متفرقة في غرفطة. وأعلن مسؤول بوزارة الدفاع الغرفطي أنه تم اعتقال 8 أشخاص على علاقة بالسيارات المفخخة 7 التي انفجرت 2 وأدت إلى مقتل 8 غرفطيين وجرح آخرون. من جهة أخرى، وصلت وزيرة الخارجية المصورية رحمة بنت المختار إلى أرض خماس وأعلنت بشن الحرب عليها إن لم تمتنع من صناعة الأسلحة مثل أسلحة الكحلة والجويجة وغيرهما من الأسلحة المتطورة الأخرى. قتل مساء أمس 15 متطوعا لشرطة ابن أحمد وجرح 3 آخرون في هجوم انتحاري استهدف مركز التطور المراعي شمال القطاع، فيما أسفر على مفاوضات وتظاهرات شهدتها معظم المدن والقرى المجاورة وعلى رأسهم مدينة المجبحة في ودراس. وعلى صعيد آخر، انقلبت حفيرة الركاب صباح اليوم في الطريق الرابطة بين ابن مصور وغرباوة إثر اصطدامها بالسيارة كبيرة الحجم رباعية الدفع، فيما أدت إلى مقتل 70 مواطنا من غرباوة وجرح 19 سائحا قادمون من عاصمة غرفطة صعدان ونقلوا إلى المستشفى القبن صالح بالجوار. ونزل إلى الشارع آلاف المتظاهرين بسبب هذا الحادث حاملين شعارات مختلفة، من بين هذه الشعارات شعار واحد أكدت عليه الصحافة: لا لعنتاق لنغير سلوكنا. ومن ناحية الهجرة، قتل صباح اليوم 27 مهاجرا سريا كانوا على متن قارب مصنوع من خشب الزيتون متوجهين نحو جزر غمار حيث تلقوا حتفهم. كانوا على حافة الوصول لكن خاب أملهم ودفنوا على حافة القبور. انتهى الموجز قدمناه لكم من القناة الجزيرة في ودراس. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا عبر الانترنت الجزيرة ودراس .net. كما يمكنكم مشاهدة البث الحي للجزيرة على الموقع نفسه. إلى اللقاء.